مرحبا، معكم توني، واليوم راح نفحص سوا an old film camera. اليوم بال 2021 بطل في كتير مصنعين عم يعملوا فيلم كاميراز عن جديد، وخاصة إذا عم نحكي نوعيات عالية. سو وقت واحد يقرر يروح يشتري فيلم كاميرا، بالمبدأ عم بيطلع كاميرايات عمرهم 20 سنة ولورا، يعني من 1920 في يكون عمرها 100 سنة. سو 100 سنة فترة كتير طويلة، وممكن يكون صار كتير قصص بهالكاميرايات من وقت لهلا. سو كيف بدك تقدر تعرف أو تصغر قد ما فيك المارجن المحل إنه يكون فيها عطل هيدي الكاميرا؟ كيف بتشيكوا نقطة بنقطة؟ رح نحكي اليوم سوا عن نقط معينة أنا بشوفها، أكيد مش 100%، بس فيك تعرف تقريبا 90-95% إذا هالكاميرا شغالة ولا لا. بطبيعة الحال أنت بحاجة لأولا يكون معك وقت، وتبقى تروح وتفحص كاميرا قديمة خبريتك منا كتير سريعة، يعني مش إنه بتطلع فيها هيك بتشيك وبتمشي، يعني بدك تعمل حسابك تقعد لك شي 5 دقايق 10 دقايق على الكاميرا تتفحصها إذا بكون أكيد بالموضوع. اثنين، شغلة كتير مهمة وقت تروح تفحص كاميرايات بدك تاخد معك بطاريات. مزبوط هول الكاميرايات قدام وفي كتير منهم ميكانيك اللي بيشتغلوا بلا بطاريات، بس كمان في كتير منهم الشاتر ما بيشتغل إلا مع بطارية، وإذا بلا بطارية يكون على سبيد واحدة، مثلا مثل الـ OM4 بس على البلب والستين من الثانية إذا حطيتها ممكن تاخد صورة بلا بطارية. إذا رحت على غير سبيد تاخد نص صورة وبتعلق الشاتر ما بتاخد صورة. سو بهالحالة ما رح تعرف أنت إذا الكاميرا عم تشتغل ولا لا، وغير كاميرات كمان. سو بدك تاخد معي بطاريات. هلا بدك تقول لي كيف بدي اعرف كل البطاريات؟ في اذا بدكم بطاريات مور كومن بتلاقيهم، اول شيء عندك ال LR44، هول البطاريات ار كومن موجودين بكل المحلات وايزي تو فايند، وفي كتير كاميرات بيستعملوهم. إذا تكون أكتر أكيد فيك تاخد معك شيء مثل نشوف شو اسمها AG12، اللي هن بيشبهوا تقريبا LR44 بس يمكن سماكة البطارية بتجي أرق شوي. في مثلا مثل الزنت بتاخد هالبطارية أو other cameras، بس إنه خلي اثنين بجيبتك كمان كل ما بدك تروح تشيك. وفي كاميرات كتير أقدم بيستعملوا mercury battery، اللي هن هو البطاريات القدام على هالشكل. هول ببقى يصنعوا منهم ميركوري باتري نفس الشيء، بس في قصص اكويفالنت مثل CNB625A، وفي غير اوبشنز ممكن تجيبها اونلاين على اي باي انا لقيت منهم. وممكن كمان تجيب شيء تاني اللي هو مثل ادابتر على هالشكل PX625 ادابتر برو، اللي هو على هالشكل ادابتر مثل هذيك، وبتحط بقلبها تركب ال LR44، تركب بقلبها بصير عندك تقريبا هيدي اللي بتعمله الادابتر، بيوطي لك الفولتاج من 1.5 ل 1.35، وبصير يركب على كاميرات اقدم مثلا مثل بهالحاله ال SRT101 بتاخذ هالكاميرا سو هالبطاريه. سو ات وركس فور ذس. وفاينالي اخيرا فيك تاخد معك دبل ايز باتري، اثنين بطاريتين. في كاميرات بوينت اند شوت بعضهم بيستعملوا دبل اي باتري. سو هول قصص مهمين تخليهم معك بجيبتك انت ورايح، لانه ما بتعرف اي كاميرا رح تطلع قدامك وتقدر تفحصها مضطر تحط لها بطاريه. سو هاي نمبر 2. ثلاثة هو الموبايل تبعولك، بطبيعه الحال رح يكون معك انك ليه بحاجه للموبايل. شغلتين ممكن تستعمل موبايل فور، اول شيء هو الفلاش لايت تبعولك الضوء، وثانيا اذا بدك تستعمل التايمر، وهلا بنرجع لهم بعد شوي. سو هول القصص كتير مهمين تاخذهم معك وقت تروح تشيك كاميرا قديمه. هلا في نقطتين بالكاميراز اللي بدك تلاقي نظر عليهم، اول شيء بدك تطلع على الاكستيريور من برا حالتها من برا، وثانيا بتفوت على الفانكشناليتي
والاوبريشن سيستم تبع الكاميرا. رح نبلش اول شيء بالاكستيريور. اولا بتطلع بالكاميرا بتشوف اذا في عليها دنس تعجيد، اذا في كراكس، هدول بتقلك اذا الكاميرا قلبة على الارض او اكلتها خبيط كتير. ما ضروري تأثر على الفانكشناليتي تبع الكاميرا، بس it's good to see. في محلات معينة دقيقة اكتر، اذا فيها تعجي مثلا هون قوية، حد الباب الوراني من شي محل ممكن يأثر على light leak. يعني اذا انتعجت من هون ببقى تكون الكاميرا سيد مزبوط، ممكن تفوت ضوء على الفيلم وتتصور ببين الفيلم عندك من محل فيت عليه ضوء. اذا اكلي مثلا ضربة شي محل حد اللانس، ما بقعد اللانس تركب easily او تفك easily. قصص من هالنوع الميجر بدك تشيك عليهم. اثنين، بدك تطلع على light seals. اوكي، basically بتفتح الكاميرا، كل كاميرا لها طريقة مختلفة تفتح، ثلاث اكتريتهم بهيدي بتسحبها لفوق الليفر. تطلع هون على الزاوية كلها، هيدا الزيح all around، في بقلبه بالمبدأ شيء مثل سبونج اسود او رابر اسود. هيدا اللي هو وقت تسكر الكاميرا it seals، بتسكر عليه مزبوط وبتعمل you make sure انه ما يفوت ضوء من هونيك على الكاميرا. بتطلع فيهم لهول السيلز اذا منشفين اذا مفرفتين، هن بينشفوا بيهتروا مع الوقت، بتخزقوا بيفرفتوا، فيها تجويلك كاميرا من جوا، بيكون فيها قطع من جوا. سو بدك تشيك هذا الموضوع اذا بعدهم موجودين. منه شيء كتير ميجر، لانه هذا الشيء فيك انت تشتريه اونلاين وتلزقه انت تزبطه. واذا كمان ما بدك تفوت بهال هذا، بكل بساطه فيك تجيب تلزيق جاف تيب وتلزقه على الادجز من هون، ما بقعد تفوت ده. بس انه هذا الشيء مهم تشيكه كمان، تشوف حالتهم كيف السيلز. ثلاثة، الباتري كومبارتمنت، وين بتحط البطارية اذا الكاميرا بتاخد بطارية. مش كله لانه بياخدوا بطاريات. بدك تفتح بهالكاميرا بتجي على الكعب، في كتير كاميرا بيجوا على الكعب، في كاميرا بيجوا من هون قدام مثل اللايكا، في different models. anyways اللي بدك تفتحها وتشوف اذا في any type of corrosion، يعني في بتعرف اوقات البطارية وقتها تنتنسب قلب الكاميرا، وهي دي شغلة بتصير كتير. يعني بيحطوا الكاميرا على جنب من 30-40 سنة وما بيشيلوا البطارية وبيتركوها. سو بعد فترة هيدي بتتحلل البطارية وبيطلع كل هالماتيريال الأخضر الأبيض اللي جوا بقلب الباتري كومبارتمنت وبتنزع لك الدنيا. هلأ فيها تتنظف، فيك تنظفها، عادة ما بتنظف 100%، بس انه هيدا شيء شايكه وشوف قدي حالتها جيدة البطارية. مهم كتير تكون نظيفة، او اذا مش نظيفة بدك تضطر تجروحها بقلم تاني تيصير في كونتاك بين البطارية الجديدة والحديد اللي جوا. سو هذا الموضوع كمان بدك تنتبه له. اربعة، بدك تشوف البورتس، يعني كل البورتس مثل من ناحية عم نحكي البي سي سينك بورت، بدك تطلع بقلبه وتشوف الحديد اذا مطعوشين، اذا فيهم كمخة، اذا فيهم جاية. بدك تشوف مثلا all the threads، يعني مثلا الشاتر بطن اذا فيه ثريد، اذا من جوا حالته جايدي فيك تبرغي او في شي كمخة جوا. الماونت اللي بيتكب عليه الترايبود كمان بدك تشوف، تطلع هيك تشوف اذا السنين كتير مضروبين او في شي معلق جوا، اذا فيك هيدا. حتى البطارية اذا ثريد مثل هيدي بدك تشوف اذا عم تفك وتركب مزبوط. هالتفاصيل بدك تشيكهم كلهم، كل شي بورتس to connect this camera لشي تاني، شوف اذا متعوجين، اذا فيهم كمخة، اذا فيهم جنزار، هالتفاصيل. خمسة، الدايلز، كل الكبسات بتشوفهم بكل بساطة اذا they're clicky، عم بيبرم مزبوط. الادفانس فيلم ادفانس عم بيقرب مزبوط وسموث. اذا الكبسات كلهم they're clicky عم بيكبسوا. اذا عم تشوف اللانس، هلا رح نعمل فيديو تاني نشوف اللانس بالتحديد كيف تفحصها، بس بتشوف الابرتشر عليها، الفوكس، اذا كل شيء سموث ولا عم بعلق ولا عم بيتحرك، هالتفاصيل بدك تشيكهم ضروري. بالستة، بدك تشوف الشاتر كيرتن. الشاتر كيرتن هو بالاب بدك وقت تفتح الكاميرا من ورا وتطلع، هذا الشيء الاسود القماشه اللي ما لازم تدقر فيها ابدا، هذا الشاتر كيرتن. هيدي عبارة عن قماشة بتفتح وبتسكر وقتها تاخد صورة. بدك تطلع فيها وتشوف اذا في عليها، اول شيء اذا نظيفة ولا معفنة، في عفونة عليها فنجس او مولد. وبدك تقرب الادفانس تتقدر، لانه بس تقرب الادفانس بتزيح هي.
بدك تشوفها كلها اذا في عليها نوع من العفن او فيها كمخه او حتى اذا فيها بخويش. مش على اس ال ار، على رينج فايندر كاميراز، لانه رينج فايندر ما فيها مرايه، سو اللينس بتضوي دغري على هيدي الكيرتن. اذا انت او مش ضروري انت يعني ضمن هال 50 70 سنه اللي الكاميرا انوجدت فيهم، حدا حطتها بمحل بالشمس وضارب الشمس على اللينس بطريقه، واللينس عامله مثل ماجنيفاينج افكت، مثل لوب بتعمل على الشاتر كيرتن، فيها تبخش الشاتر كيرتن، في يصير في هولز، يعني الشمس ثرو ذا لينس بتحرق الشاتر كيرتن بمحلات معينه. سو بدك تطلع على هيك شيء. هلا بتطلع بعينك بتشوف ببين مثل نقط صغيره، واذا بدك تكون اكيد اكثر مثل ما حكينا بتشيل ال بالرينج فايندر، انا هيك بتشيل اللينس وبتفتح الكاميرا من ورا، بتجرب تعملها بمحل شوي عتمه وبتلقط الضوء تبعولك البير وبتضوي بقلبه من هون فتحة اللينس، وبتطلع من ورا راح يبين عندك نقط بيض انه اذا الضوء عم بيقطع بتعرف اذا الشاتر فيها بخويش ولا لا. هيدي شغلة مهمة تشيخة كمان، لانه اذا لا راح يطلع عندك صور فيهم نقط. هيدي بخصوص الاكستيريور. اذا بنرجع على تاني سكشن اللي هي فانكشناليتي تبع الكاميرا، اول شيء واهم شيء بدك تشوف الشاتر سبيد تبع الكاميرا. كيف بتشيك الشاتر سبيد تبع الكاميرا؟ رح نعملها هاي على رينج فايندر، يمكن اهين تقدر تشوفه. فكرينها على الشكل، اول شيء يكوك الشاتر على الشكل، بتحطها على البلب مود، يعني محل ما مكتوب على الشاتر سبيد بي بلب. البلب المبدا هو بس تكبسها بتفتح وبس تشيل ايدك بتسكر. سو رح نجربها مع السنسور، رح اكبسها هيك فتحت، بس تشيل ايدك بتسكر. سو بدك تشوف قد ايه اكيوريت، اذا في ديلي مثلا، اوقات بس تشيل ايدك تاخد وقت تسكر بكون في جوا شحم او شيء او شيء عم بيعلق. سو هذا الموضوع بدك تشيكه. بترجع عادة بخصوص السبيد، السرعات، عادة وقت تبلش بالسلور شاتر سبيد هن اللي ببلشوا يعلقوا قبل، يعني الثانية نص ثانية ربع ثانية هو اللي ببلشوا يعلقوا قبل ما توصل على الهاي سبيد. سو رح نبلش احنا من الثانية. سو يكوكت وبتحطها على الثانية، رح نجربها سوا. رح تقلي كيف بعرف انه هاي الثانية. كمان هون فيك تستعمل الموبايل تبعك وتحط تايمر، ثانية اثنين ثلاثة، بتكبوس على ثلاثة للأربعة. او في طريقة اسرع هيني منا 100% كمان اكيوريت، هو بتعد 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 let's say خلينا نجربهم سوا 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 لحظته بين 3 و 4 فتحت سكرت سو يعني الثانية مظبوطة. فيك تحط نص ثانية، نص ثانية بالمبدأ هي كمية الضوء نص اللي عم بتفوت بالثانية. So 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 so أقصر من الثانية تقريبا النص. هول القصص measures منهم كتير accurate، بس it gives you هيك فكرة in general قدي دقيقة. وفيك تجرب السرعات العالية كمان، ما رح تقدر اكيد بطبيعة الحال تعد يعني 1000 من الثانية، بس فيك تشوف انه بالمبدأ يمكن ما رح تلحق تشوفها. It sounds fast so it should be okay. So هاي بخصوص كانت الشاتر سبيد اذا شغالين ولا لا. ثلاثة كمان بنرجع لورا، بتفتح الكاميرا وفي عندك الميكانيزم تبع الكاميرا. في ثلاث قصص بالمبدا اللي هي تيكينج سبول، هي اول وحده هون اللي بالمبدا مطرح ما بتحط بتحط الفيلم هون بتمده لقلا بتفوتها، هيدي اسمها تيكينج سبول، وهيدي سبروكت تبع الفيلم ادفانس، وهيدا الشاتر كيرتن. وقت انت يو ادفانس ذا فيلم ثلاثتهم بده يتحركوا، يعني اول وحده بعتبرهم
تو ادفانسد فيلم. الثاني لحد سبروكت كمان بده يبرم هو كمان هولدنج الفيلم بس كمان بيشغل التايمر اللي فوق الكاونتر تبع الفيلم والكيرتن كمان بده يزيح من ميل لميل وقت بترجع تصور يرجع كلهم ما بيتحرك بس هي بتتحرك سو بتحركها لهي لقدام بتشوف اذا كل شيء عم بيبرم. هيدي كتير مهم تشوف اذا الميكانيزم تبعك شغال. نرجع لرقم 4 اللي هو الفيو فايندر بفيلم كاميرا بالSLR كاميراز. بكل بساطة بتطلع عادة رح يكون عندك شوية مثل شعرات مثل غبرة صغيرة منو شغلة مهمة أبدا. أهم شيء بدك تطلع عليه تشوف إذا هيزي إذا في هيك مثل خطيطة ومغبش ودم ومش واضح لأنه بSLR بيصير أصعب تقدر تعمل فوكس إذا كان مغبش من جوا أو في فنجس أو سيبريشن أو شيء من هالنوع. سو هذا الموضوع بدك تشيكه بالSLR. بينما بالرينج فايندر كاميراز هيدا اول موضوع بدك تشيكه اذا كمان اذا الدم مش واضح وكل هالتفاصيل. بس شيء تاني كتير مهم بدك تطلع في عندك الرينج فايندر باتش اللي هو هاي الصغيرة اللي وقت تطلع انت من الفيو فايندر بتشوف سكوير صغير بقلب السكوير الكبير اللي عم تطلع منه. وهيدا سكوير صغير بيكون فيه اذا بدكم لتسي هيدي الدوائرة بالنص وهذا الفريم كله بهالدوائرة بيكون فيه مرر لهي السكشن اللي شايفينها لتسي بالحالة هون تمي ومنخاري بتشوف النظر واحدة تانية وعادة بتزيح هيك بتكون بتزيح شمال ويمين وقت تبرم الفوكس تبع الكاميرا. انت الهدف منها انه تبرمها تو ماتش مع بعض يعني صارت ان فوكس. سو هيدي السكشن الباتش بالنص بدك تتأكد منها اذا It's contrasty enough عم تقدر تقشع الصورتين ورا بعض واضحين ولا لا. بدك تتأكد إذا they are matching مزبوط ولا they are like this حتى لو عم matching sorry أو عم you're matching عم بيجي واحدة أعلى من الثانية مثلا. هذا الشيء بدك تشيكه. أحيان طريقة تتشوفها هو بتلاقي شيء بالإنفنت بعيد كتير مثلا بناية أو تاور أو شجرة شيء كتير بعيد وبتبرم اللنس على الآخر على الانفينيت ويفوكس عليه. بدك تشوف اذا هذا الشيء ار ماتشينج اكزاكتلي عليه هيك. بدك تشوف اذا ما في شيء طالع او نازل هيك او حتى على الاخر الانفينيت مفروض تو ماتش مزبوطه. اذا اتس نوت ماتشينج يعني عندك مشكله. هلا بيتزبط هذا الشيء بده ينفك السكشن فوقاني في لها شويه شغل اذا انت منا مش عامله قبل شوي كومبليكيتد بمحلات محلات بس تتزبط. بس اذا it's not matching على الانفينيت يعني رح يكون عندك مشكله وين ما كان. كل ما تعمل فوكس قريب لانه هي هيك رح يكون فوكس انت رح تجرب تو ماتش رح يطلع كل شيء معك out of focus. هذا الموضوع كتير مهم make sure انه تشيكو. قبل اخر شيء عنا بتشوف مثلا بهاي في self timer اللي هو هون بكل بساطه you rewind the film you cock the عاده بيجوا هون هذا الليفر بتنزله تحت وبتكبوس بتنطر شوي. هلا عادة it will take the picture قبل ما توصل على الاخر. هالشكل. So you make sure انه self timer شغال. واخيرا الكاميرايات اللي فيهم في بقلبهم light meter. كيف بتشيكوا؟ في طريقتين انا بستعملهم. اول طريقة هو فيكون معك على الموبايل بتنزل ابليكيشن او يكون عندك اكسترنال لايت ميتر او ابليكيشن على الموبايل لايت ميتر بتلاقي حيط شوي مونوتون يعني ما في خيال وشمس وديفرنت اضاءة عليه يكون كله هيك اضاءة واحدة عليه الحيط. بتاخد ريدنج عليه خلينا نقول على الاي اس او 100 بتاخد ريدنج عليه وبتعمل نفس الشيء بالكاميرا بعد ما تكون حطيت البطاريات اللي جايبه معك تعمل نفس الريدنج بتشوف اذا if it's matching يعني you're okay يعني light meter شغال. طريقة تانية اذا ما معك الابليكيشن او ما معك external light meter هاي طريقة اهين كتير محبب انه تستعملها اذا كنت مش indoor برا يعني بفلي ماركت او تاخد الكاميرا بتطلع لبرا بتشيكها هو عبر الـ sunny 16 rule. وانا عندي فيديو حكي فيه عن الـ sunny 16 rule كتير مهم هذا الفيديو اذا واحد بيصور فيلم فوتوغرافي ياخد فكرة عن السنة 16.
بس رح اختصركم اياها شو بحاجة تعرفوا تهددوا تشيكوا اذا الكاميرا منيحة ولا لا. تطلع لبرا اذا كان نهار مشمس يعني كمان بكون تاخدوا طاعته معي. بده يكون نهار مشمس لانه اذا كان مش مشمس بتعقد الامور اكتر بتكون تصيروا تعرفوا اكتر بالسنة 16. بس انا عم بحكي ابسط موضوع اذا نهار مشمس بتطلع لبرا خلينا نقول الاي اس او تبعك بتحطه على 100 الشاتر سبيد بتحطه على 125 وبتطلع بتعمل ريدنج برا. مفروض اذا شمس نهار مشمس وبرا مفروض يطلع الابرتشر تبعك F16 so 100 ISO 125 شاتر سبيد F16 ابرتشر. اذا هيدا الريدنج طلع معك يعني الريدنج مزبوط. another way مثلا let's خلينا نقول اذا غيرتهم اذا بتحط ISO 400 اقرب شيء هون let's say عم نقول الشاتر سبيد بتحط 500 من الثانية كمان الابرتشر بيكون F16. بتشيك هولي اذا السيت اب هيك راكب معك والنيدل بالكاميرا او ال LED او whatever reading system اللايت ميترينج تبعها عطاك هيدول التريو يعني you're good to go. بالمبدأ هيدا كان كل شيء مش كل شيء بس انه 90% 95% من القصص اذا قطعوا معك يعني على ارجح كاميرتك كتير منيحة. بضل بطبيعة الحال بيبقى اخر شيء انه تجيب تست رول تحطه بقلب الفيلم وتروح تصور. يعني في قصص مثل حكينا عنها مثلا مثل السيلز فيك تشوفهم اذا شوية تعبانين ولا جديد ولا شو مكان بس ما رح تقدر تعرف اذا عم بفوتوا ضو ولا لا الا ما تصور رول فيها. وكتير قصص بتبين بس هول القصص بتساعد بتخفف البروبابيليتي انه تشتري كاميرا مش منيحة. هيك اخذت فكرة كاملة. هذا كان كيف تشتري فيلم كاميرا او فيلم كاميرا وبتقدر انت تفحصها لحالك. رح نعمل فيديو تاني ملحق لهيدا بعدين نحكي فيه عن اللانسز كيف بتشيك اللانسز كمان لانه اللانسز كمان في قصص بدك تعرفها. رح نحكي عنها هيدي بفيديو تاني. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا على المتابعة. بليز ذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب. It helps a lot. ونشوفكم مرة جاية. Cheers.